ينضم إلينا من خان يونس يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. يوسف، بعد التحية، آخر المستجدات لديك من قطاع غزة حتى الآن؟ نعم، الليلة وفجر هذا اليوم واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مختلف محافظات القطاع. ربما كانت ليلة أكثر سخونة في المحافظة الوسطى، وفجر هذا اليوم في مدينة رفح. في هذا التوقيت يشيع الفلسطينيون جثامين الشهداء الذين ارتقوا إثر سلسلة من الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على مختلف المناطق. في المحافظة الوسطى تحديدا في مخيم المغازي استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارة استهدفت منزلا وسط مخيم المغازي، كما جرى استهداف مسجد في مخيم البريج وسط القطاع دون أن يسفر هذا القصف عن وقوع إصابات أو ضحايا، وإنما ألحق أضرارا مادية جسيمة في الممتلكات وكذلك في مبنى المسجد المستهدف. في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية لمخيم النصيرات أطلقت المدفعية الإسرائيلية عددا من قذائفها صوب أراضي زراعية في المنطقة ومنازل مدمرة فيما مضى. كذلك قامت قوات الاحتلال بعمليات نسف تحت السيطرة في منطقة المغراقة، وقد شوهدت أعمدة الدخان ترتفع في تلك المناطق المستهدفة. في مدينة رفح وتحديدا مناطقها الغربية أغار الطيران الحربي صبيحة اليوم على منازل المواطنين ودمر عددا منها، كما نسف مربعا سكنيا في منطقة تل السلطان بسلسلة من الغارات العنيفة. المناطق الشرقية لخان يونس هي الأخرى سجل فيها غارة إسرائيلية استهدفت منزلا، ولكن هذا المنزل كان مخلى من السكان لذا لم يقع إصابات إثر هذا القصف الإسرائيلي. يشيع أيضا الفلسطينيون في خان يونس جثامين الشهداء الذين جرى انتشالهم من منطقة مدينة رفح كون المدينة مخلاة، فكل شهداء هذه المدينة يشيعون وتوارى جثامينهم الثرى في مدينة خان يونس جنوب القطاع. في محافظة غزة التي سجل فيها تراجعا ملحوظا للآليات الإسرائيلية من المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية، ما زال الفلسطينيون يتفقدون آثار الدمار الذي خلفه الجيش في عملياته البرية، كذلك يبحثون عن جثامين الشهداء التي تحلل البعض منها جراء إعدامهم من قبل جنود الاحتلال منذ بدء هذه العملية البرية وتركهم على قارعة الطريق. لذا في الساعات الأخيرة جرى انتشال عدد من الجثامين ونقلها إلى مستشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة، لكن تبقى الأطراف الجنوبية من مدينة غزة مناطق خطيرة، وقد تجددت صبيحة هذا اليوم إطلاق النار من قبل المروحيات الإسرائيلية في أقصى المناطق الجنوبية لحي تل الهوى ومنطقة الشاليهات التي شهدت في غضون الأسبوع الأخير عملية برية خلفت وراءها العديد من الشهداء ومزيد من الدمار في البنى التحتية وممتلكات المواطنين. من خلال متابعتك يوسف لهذه الاستهدافات وهذه العمليات الأخيرة، ما ربما الأولوية بالنسبة لاستهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات والأونة الأخيرة، خاصة وأن في رسالتك ومن خلال المشاهد التي نراها هناك تدمير للبنى التحتية والمؤسسات الصحية، وأيضا هناك استهداف للشوارع والمواطنين، وأيضا هناك عراقيل لعمال الإغاثة في الساعات والأونة الأخيرة؟ في الحقيقة أن الملاحظ في الأسبوع الأخير كثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته التي استهدفت مراكز الإيواء. المجزرة التي اقترفها الاحتلال يوم أمس في مخيم النصيرات حيث نتواجد أسفرت عن استشهاد 17 مواطن وإصابة قرابة 80 آخرين، إضافة إلى الغارة التي استهدفت خيام النازحين. نحن نتحدث وفق رواية طواقم الدفاع المدني عن تدمير قرابة 1200 خيمة وتكية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. أيضا الليلة كان هناك استهداف لمسجد، يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المراكز الحيوية في قطاع غزة، بدلالة أنه حينما توغل في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة حاول مجددا أن يدمر مستشفى أصدقاء المريض ويخرجها عن الخدمة، وهي المشفى التي أعاد الفلسطينيون تأهيلها حديثا. بمعنى أن الاحتلال يستهدف المدنيين بالدرجة الأولى،
تستهدف المؤسسات الخدماتية في محاولة تبدو كلها ترمي للضغط على الجبهة الداخلية الفلسطينية ودفعها نحو خيارات التهجير وكذلك ربما الاقتتال الداخلي وخلق حالة من الفوضى، لأن الاحتلال كثف أيضا من استهدافه لعناصر الأمن ولعناصر حماية دخول المساعدات إلى قطاع غزة. هناك أهداف متنوعة في القصف، لكن في مجملها الضحايا دائما هم من المدنيين لا سيما الأطفال والنساء. بالأمس حينما قال الاحتلال إنه قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل من أونوروا كونها تحوى بنى تحتية للمقاومة وأن المسلحين يتحصنون بداخلها، أثبتت الصور والأسماء أن معظم الشهداء هم من الأطفال والسيدات وكبار السن الذين نزحوا إلى هذه المدرسة من محافظات مختلفة سواء من مدينة غزة أو شمالها ومن منطقة البريج وأيضا النصيرات، من دمرت منازلهم لم يتبقى أمامهم سوى مراكز الإيواء التي ظنوا لوهلة أنها أكثر أمنا من غيرها، لكن واضح أن الاحتلال الإسرائيلي يعمد إلى قصف هذه المراكز لإيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى في صفوف المدنيين حسب ما يقول المختصون والمراقبون للشأن الفلسطيني. إذن يوسف، فيما يتعلق بالإمدادات والمستلزمات، خاصة وأن بعد انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع منذ أول يوم من هذه الحرب، ما الذي يعتمد عليه المواطنون في توفير الطاقة في توفير الكهرباء، خاصة أيضا المؤسسات الصحية والمستشفيات؟ كيف يتم توليد الكهرباء وفي ظل شح الإمدادات والمستلزمات وأيضا في ظل شح الوقود؟ بالفعل أزمة الطاقة تزداد خطورة مع منع الاحتلال الإسرائيلي توريد كميات كافية من الوقود إلى قطاع غزة، لأننا نتحدث عن انقطاع كامل للكهرباء عن كل مساحة قطاع غزة، فقط المشافي هي التي لديها مولدات كهربائية تعمل على مدار الساعة. تعطل عدد من هذه المولدات كما جرى في مستشفى شهداء الأقصى التي استنزفت فيها كل الطواقم الطبية وحتى التجهيزات والمعدات هناك. الذي يعتمد عليه المواطن اليوم هي البدائل. نتحدث عن حطب يوقد الفلسطيني من أجل إعداد طعامه، اليوم حتى كميات الغاز التي تدخل إلى غزة محدودة وهي بالكاد تتوفر لبعض العائلات في قطاع غزة، وهي بحاجة إلى انتظار طوابير طويلة وتسجيل عبر كشوف من أجل أن يتمكن المواطن من تعبئة بضع كيلوغرامات من الغاز. ما يعتمد عليه المواطن أيضا في الإضاءة هي بطاريات الشحن، بعض الألواح الشمسية التي كانت موجودة في غزة قبل هذه الحرب. وبالمناسبة الاحتلال الإسرائيلي في كل منطقة يتوجه فيه عبر آلياته يتعمد تدمير ألواح الطاقة من خلال القذائف المدفعية أو حتى طائرات الاستطلاع، لأنه لا يريد إيجاد حتى البدائل للمواطن لاستكمال حياته. الواقع الصحي يزداد سوء مع نقص الوقود، وهناك تلويح في كل يوم تقريبا من قبل المؤسسة الصحية في غزة أنها قد تخرج جميعها عن الخدمة نظرا لنفاد الوقود وأنها تعمل يوم بيوم، بمعنى أن الكميات المتوفرة فقط تكفي ل 24 ساعة. منع الاحتلال دخول هذه الكميات من الوقود تلقائيا ستتوقف هذه المشافي عن تقديم الخدمات الصحية للمصابين والمرضى. يوسف، ماذا عن اتجاه النازحين في الوقت الحالي؟ إلى أين يذهبون، خاصة وأن الأماكن التي ربما يستقر فيها النازحون بعض الوقت التي وصفت من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة يتم استهدافها؟ الحقيقة أن معظم أماكن النزوح لم تعد آمنة. ما جرى في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس وتحديدا المواصي خلفت حالة من الخوف والرعب في صفوف النازحين. نحن نتحدث عن المنطقة التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للحرب أنها مآوي آمنة، وهي منطقة مواصي خان يونس. لذا هناك خشية من المواطنين أو لدى المواطنين من البقاء في هذه المناطق، لكن ليست لديهم خيارات أخرى.
مبدأ المفاضلة في الحرب ما بين السيء والأسوأ، وهم يحاولون البحث عن السيء للتعايش معه في ظل هذه الظروف. حركة النزوح متواصلة، حينما نقول أن هناك 1200 خيمة دمرت في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، هؤلاء تلقائيا سيبحثوا عن ملاذ آخر ومنطقة أخرى يقيمون فيها خيامهم أو ينتقلوا عند أقارب لهم، كون الخيام دمرت وتكاليف إقامة الخيمة أيضا أنهك منها المواطن الذي يعيش ظروف اقتصادية صعبة. بالإضافة إلى ذلك، المنطقة الجنوبية من مدينة غزة والشرقية منها، وبعد العمليتين البريتين الأخيرتين، الاحتلال الإسرائيلي ألحق دمارا واسعا فيما تبقى من منازل أبنى تحتية، لذلك يدفع المواطن مجددا للنزوح نحو المنطقة الغربية من مدينة غزة والشمالية الغربية منها، وهي بالمناسبة ليست مناطق آمنة كون الاحتلال يستهدف كل المحافظات، وبشكل متزامن تطلق القذائف المدفعية أحيانا غرب مدينة غزة أو جنوبها. لذا حركة النزوح داخل المحافظات لكنها تبقى حركة خطيرة، والتنقل أيضا بين المحافظات أحيانا يكون محفوف بالمخاطر. لذا الظروف الإنسانية يوما بعد آخر تزداد سوءا في قطاع غزة. من خان يونس، يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.